الله يستر عليكم. والله بخير بخير. خلصنا من هذول. بخير احنا بخير. الله يسلمك. المجرمين عند السوق. والله من الحاوي. من الحاوي. الحمد لله. فادر البنزين بس خلني اكمل لك وشيل السياره وخذوه وهذا الكتر هم يفوتها جوا واقفل الباب واضربه بلحيم وهذا انتهى. قمنا اليوم بصحبة السيد محافظ نينوى بجولة ميدانية إلى الأحياء المحررة من ساحل الأيمن من مدينة الموصل، كما قمنا بزيارة مشروع ماء الدندان. حقيقة طلعنا على وضع المشروع وعن الممتلكات الموجودة، هنالك أضرار بسيطة أوعز السيد المحافظ بإكمالها خلال الفترة القليلة المقبلة لغرض تشغيلها للأحياء السكنية إن شاء الله.